السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حلقه جديده من برنامجكم اسرار حياه. اهلا وسهلا بكم، ودايما طبعا اسرار حياه بفاجئكم بحاجات جديده. واونلاين هو الشغل الاساسي، ابتدت كورونا ان هي تخلينا نشتغل في الاونلاين اكتر ونعرف ايه هو الاونلاين. طبعا كالعاده مش بدخل في موضوع حلقتي، بسيب الاستاذتي والاعلاميه الجميله استاذه هند شاهين. صباح الخير يا استاذه هند. صباح الخير يا استاذه ايه، عرفينا موضوع الحلقه الجميله النهارده. طبعا صباح الساده المشاهدين، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودناكم بيكون معانا ضيوف بنتكلم ونستفيد ونعرف خبره من خبراتهم. النهارده معانا بيج اسمه جولدن جيرلز. البيج ده ابتدى من فتره، كان ابتدى من فتره قليله، ولكن مع مرور الوقت قدر ان هو يثبت جدارته وما بقاش بيج، بقى براند بيتكلم عن الدريسات النوبي. ولما نيجي نتكلم عن الدريسات النوبي فاحنا بنتكلم عن الرقي، بنتكلم عن التصميمات، بنتكلم عن الدقه في الماتيريال والخامات. مهما اتكلم عليه مش هقدر اوفي بحقه، لانه بالفعل اثبت قدرته ان هو اصبح براند الدريس النوبي. معانا ومعاكم النهارده اصحاب جولدن جيرز، استاذه بيري فايق. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه بيري، ومعانا ايضا استاذه مارسيل فايق. اهلا وسهلا بحضراتكم النهارده، نورينا اسرار الحقيقه. عايزين طبعا قبل ما نبدا موضوع حلقتنا تعرفونا على نفسكم اكتر وتعرفونا على شغل حضرتكم. استاذه بيري مع حضرتك. انا يعني عجبني الشغل ده في اسوان وعجبتني الفكره والكورونا برضو زي ما قلنا، والناس كلها دلوقتي بقت متجهه للاونلاين. هو الاونلاين كان الاول فيه خوف شويه. خوف شويه. انا كنت واحده من الناس اللي بخاف من الاونلاين ومش بحبه اكيد، لان طبعا اللي بيتكلم حاجه واللي بيجي اوردر تاني خالص. اكيد طبعا في ناس بتخاف من الموضوع ده. ما نزلنا وسافرنا وشفنا الدنيا على الطبيعه، عجبنا الموضوع وخل يعني قلنا ناخد التجربه والحمد لله. الحمد لله. استاذه مرسيل، عاوزين نعرف الفكره جاتك ازاي. بصي، هو اولا واخيرا بصراحه الفكره فكره بري. احنا كان بقالنا فتره نفسنا نعمل مشروع، نفسنا نعمل حاجه جديده زينا زي ستات بيوت كتير. لا سيدات بيوت كتير، بس هي حاجه ان اخواتي يعملوا مش مجرد دخل. لا انتوا عايزين نعمل حاجه مفيده في وسط ظل كورونا. ناس كتير اتجهت لاونلاين واكسسوارز وحاجات كتير. اكيد بصراحه بيري كان نفسها في حاجه مميزه، ففعلا هي الفكره جات لها. طب نروح لاصل الموضوع. ربنا كرمنا بناس جميله جدا، يعني اهل اسوان، يعني تحيه ليكم بجد، ناس حلوه قوي. اهل القرى. الفكره جت لها، جرينا على اسوان، عرفنا اصل الحاجات بتعمل منين. الشغل هاند ميد، التطريز اللي موجود، التطريز هاند ميد، الحاجات فيها رقي في اسوان، فعلا رقي وعراقه. يعني حاجه اسوان بتمشي بتبقى طبعا مميزه في وسط، بتثبت نفسها ان كان في صفحه، ان كان في شغل، ان كان في اي حاجه. كمان بالنسبه للمنتجات بتاعه حضراتكم مش اي حد يشتغل فيها. يعني انا لما عملت سيرش عليها لقيت مش اي حد يقدر يشتغل في الحاجات دي ومش اي حد يقدر يسوق. لكن بسم الله ما شاء الله عليكم، لما دخلنا كمان الاعداد والكنترول لما دخل لقى كميه ريفيوهات جميله جدا، ولقى الناس مبسوطه جدا منكم، مصداقيه اهم حاجه عندكم. طبعا اهم حاجه بنعامل الناس ان هو احنا لما جينا نشتغل اونلاين كان في مشكله، فلا احنا بنعاملكم انت اختي وكانك ببيع لجارتي وكاني ببيع لصاحبتي. مش هغشك بمعنى اصح. ده بيكسبني كتير بعد كده. يعني انا من العامل الاساسي مش ان انا الله هاخد دي وتفضل الفلوس وخلاص، لا انا عايزه دي تجيب اختها ودي تجيب صاحبتها. مصداقيه اهم حاجه عندكم. اكيد طبعا. استاذه مرسيل، انت الفكره جات لك انت؟ جات لي بيري. لبيري. الفكره بتاعت بيري. تمام. استاذه بيري، ليه الفكره دي جات لك؟ على انها انت في البدايه قلتي فيها قلق شويه. لما الحاجه عجبتني، لان اونلاين فيه كتير جدا من المشاكل، اللي هي المشاكل بتيجي لما يعني انا بعرض حاجه وانت تستلمي حاجه ثانيه. اكيد. بس هي دي مشكله الاونلاين. يعني حضرتك عايزه تفهميني المنتج او الحاجه اللي بطلبها بتجيلي زي ما هي؟ زي ما هي، ولو فيها مشكله في المقاس، في اللون، فيها ديفوم معين بترجع ليا. يعني العميل بيشوف حاجته قبل ما الاوردر يمشي. طبعا. هي كمان في حاجه يا استاذه ايه، ان الصور دي اللي ما بتتعرض دلوقتي على الشاشه وفي البلازما، انا لما شفت الحاجه هي. يعني ما فيهاش مثلا شكل والخامات والفينش. بس برضو يا استاذه هند، الخامه ممكن الشكل هو بس الخامه، فعاوزين نضمن العميل برضو. العميل بيفتح الاوردر قبل ما المندوب ينزل.
انا ممكن اعقب اقول حاجه؟ اه اتفضل. احنا عاملين عندنا على صفحتنا كاتبين كده، والناس اللي بتتواصل معانا بنقول لهم عندكم امكانيه السايز اللون الماتيريال عادي، فيها اي حاجه تتقفل وترجع تاني عادي جدا مع المندوب. تمام، احنا عاملين اوبشن ده. طيب لو اتغسلت مثلا بيفضل اللون زي ما هو ولا بتكش ولا الالوان بتغير ولا بتبهت؟ الحاجات دي كلها كل الستات والبنات بتسال عليها. اكيد بيخافوا منها برضه. طبعا اكيد. انا كنت بخاف من الحاجات دي، بس انا لا جربتها الاول وغسلتها ولبستها قبل ما ابيعها. بس هم حضرتك لما بتيجي بتبيع الحاجه بتحس ان انت هتاخديها ليكي انت، فبالتالي بتبيعها بحب وبتبيعها كويس جدا. بابا مبسوطه قوي بالريفيوهات اللي بتجيلي، ببقى مبسوطه قوي لما الحاجه بتعجب الناس، يعني بنزل اشتري حاجه بنفسي. اكيد، والثقه بتبني جداً. شغل كتير جامد وبتبني علاقات كبيره. المصداقيه اهم حاجه، المصداقيه. طب استاذه مارسيل، تجربه الاونلاين مفيده؟ فادتكم في حاجات؟ بصي، هي تجربه الاونلاين فيها كذا شوت. الشوت الاولاني ان انت لازم نمبر 1، وده لاي حد وهتلاقي اي حد بيقول كده، انت لازم تكسبي ثقه العميل. اكيد. بصي، مفيش شغل عامه او مفيش اي مجال ما بيخليكيش تكتسبي خبره منه في حاجه. هو شغل حضراتكم بتارد ما شاء الله جميل جدا. فلا طبعا كان اكتسبت خبره. عارفه كده حضرتك زي ما تقولي الشغل الاونلاين عايز بال طويل، عايز بال طبعا. الشغل صعب جدا. يعني خصوصا اللي بيدخل ساعات بيستظرف على الصفحه ويطلب. لا يا ريت، يا ريت، يعني انا لو استظرفت هقول لك يا ريت. في كمان ايه ناس يعني بصي، اصل انت بتتعاملي مع جميع الفئات. ففي الهادي وفي العارف هو عايز ايه، في اللي بيطلب الاوردر ومش بيرد على المندوب، فدي بقى اكبر مشكله بتقابلنا فعلا. دي برضه مشكله كبيره جدا جدا. بصي خلاص، احنا بقينا بنقرا ان العميل ده خلاص هو شور، ده واثق من نفسه، عايز الحاجه. خلاص. بقى من كام سنه في المجال ده؟ لا مش كتير، مش سنه يعني، كام؟ يعني حوالي 3 شهور. ما شاء الله 3 شهور والخبره بس دي. بس ثبتوا نفسكم اكيد. ما انا بقول هم الجولدن جيرز بقالوا فتره، لكن هو ثبت جدارته ان هو بالفعل بيبيع منتجات كويسه. انا لما عملت سيرش لقيت نفس المنتجات بتاعت حضركم، ناس خدوها وبيقلدوها، وللاسف اسعارها بتبقى مقفوره عن اسعار جدا. يعني ده اللي انا عرفته بقى. لسه امبارح حد جاي لنا في البازار، كنا فاتحين بازار في حته معينه. تمام. لقينا واحده هي وخطيبها، تقول له ايه الحق احمد، احنا مش فاهمين في ايه. مسكت العبايه فسالت اختي دايركت بكام، اختي قالت لها السعر كذا. ايه ده، مش معقول. احنا جايبينها من مكان الفلاني ما اعرفش ايه، وبرده بيكون اونلاين. السهوله والحلاوه في موضوع الاونلاين ان انا ما احملش عليكي وانت ما تحملي، يعني هي الاقتصاد كل يعني دلوقتي كل ستات البيوت وكل البنات عايزين الحاجات الاقتصاديه. اكيد. العمليه. اما بتساليني على موضوع برضو يعني الافاده من اونلاين، الفكره في كده. انا عايز اوفر اقتصاد، يعني اكيد يعني اي حد صاحب محل او صاحب في اي حته بيحط تكلفه زياده. طبعا. فهي فكره الاونلاين يا جماعه، عايزه اوجه بس رساله حاجه جمله. يعني المكسب بيبقى بسيط. بالظبط. وبعدين عايزه اوجه للناس رساله، مشكله الاونلاين الوحيده ان انت ما تاخديش الحاجه ثقه، لا دي تضمنيها من اي صفحه، لكن غير كده انا بوفر لك حاجات كتير. وانا اسفه، انت حضرتك او اي عميل هيفضل في بيته لحد عنده والحاجه بتوصل له يعني لحد ما هو قاعد. فدي برضو مش تمام. بس ازاي برضو العميل يقدر يميز شغل حضرتكم من شغل غيره؟ يعني في تقليد كتير جدا في الشغل، فازاي اقدر اميز شغلكم من شغل غيركم؟ يعني الخامات بتبقى احسن والفينش بيبقى احسن الاول، ويشوف الريفيوهات وبعدين يطلب الاوردر ويفتح الاوردر ويشوف ويطمن على كل حاجه. ولو مش عاجبه يركب تواصل مش هقدر اقول محافظات ولا من كده، يعني انا واثقه في شغلي جدا الحمد لله. لحد البحر الاحمر وانا جميع المحافظات، كل المحافظات، كل جميع المحافظات ما شاء الله، بحر احمر انا جميع المحافظات. طيب احنا كنا بنتكلم على المصداقيه. انتوا الشعار بتاعكم المصداقيه اهم حاجه، في سواء في المنتج، في التعامل، في كل حاجه. طيب ايه المشاكل اللي واجهتكم من ناحيه ان العميل الحاجه عاجباه كويس وكل حاجه، ومثلا وتهرب مش عايزها، بتواجهوا المشكله دي ازاي؟
اكتر واحده تتكلم عليها. اه بتواجهوا بقى المشكله زي يعني تبقى سخيفه جدا لما العميل حاجاتكم كويسه وعندكم مصداقيه وهو مقتنع بالفكره. اسمحي لي بس يا استاذه هند اقطع حضراتكم ونرجع للسؤال بعد الاتصال. اه مداخله معانا اتصال استاذه داليدا. الو الو استاذه داليدا. ايوه صباح النور. صباح الخير يا حبيبتي. معاكي يا فندم اتفضلي، عايزين نعرف راي حضرتك في شغل الاستاذه بيري والاستاذه ميرسي. طبعا الحاجه تحفه، هم ناس ذوق جدا وحاجتهم بجد جميله. يعني جربتي حضرتك شغلهم؟ عايز بره. او طبعا طلبت كذا حاجه. ممتاز ممتاز جدا. طب الاوردر بيوصل في ميعاده ولا في تاخير ولا ايه الدنيا؟ ايوه اساليهم. لا بصراحه مواعيدهم مظبوطه جدا، وحتى لو اتاخروا يعني انا ما بتضايقش بصراحه، يعني ببقى عارفه مثلا مضغوطين الضغط اللي عليهم. تمام يا فندم. تمام تمام. شرفتينا يا استاذه. متشكرين. ميرسي يا استاذه دليله. ميرسي ميرسي على راي حضرتك. متشكرين قوي. طبعا يعني حاجه جميله جدا لما العملاء بتوعكم بيتصلوا بيتكلموا بيشكروا في الحاجه. طبعا هم مش مجبرين ان هم يرفعوا سماعه التليفون ويكلموا اسرار الحياه. بتتصور بالدرس وبتبعت الصوره من غير انا ما اقول. وبتطلب ان ده ينزل على البيج. تمام. فببقى مبسوطه جدا بجد. نرجع بقى للمشكله بتاعتنا، بتتصرفي حضرتك ازاي بقى لما المندوب يقول لك يا استاذه بيري انا تحت ومفيش حد عايز ياخد مش منه؟ مش بترد يعني. عارفه لو هو يعني استلمت ومعرفش. الفكره انا مش عايزه حاجه ما اقولش. مشكله بالظبط. لكن تطلبي الاوردر والمندوب يوصل ويتصل وما ترديش، دي بجد يعني اوحش مشكله. ممكن برضو مشكله الاسعار ما عجبتهمش الاسعار. دي كلفتني ثمن الاوردر الشيبنج انا اللي بدفعه. طبعا اساسي. يعني مشكلتين بقى فمكلفه. اكيد واكيد متواصلين مع شركات شحن فبالتالي تكاليف كتير. كمان عايزه اقول لك من ضمن حاجات موضوع البيع الاونلاين، ان بيع الاونلاين يا جماعه فتح مجالات لحاجات كتير. يعني في شباب كتيره، مش بتكلم على مجالنا، بتكلم على مجال الاونلاين عامه. يعني فعلا كان في شباب كتيره، مش بحب استعمل كلمه عاطل بس من غير وظيفه. ما فيش وظايف الاونلاين فتح لهم مصدر رزق. وظيفه بسببي وبسبب حضرتك وبسبب ده وبسبب ده وبسبب ده فتحت شركات شحن طبعا كتير. فده بقى خط تاني. تمام. وشركه الشحن اللي ابتدت ب 10 مناديب بقيوا 15 وهكذا. ايوه كبرت. وكمان اهم حاجه في الشغل الاونلاين ان مصداقيه الشحن والعميل لما يبقى في مثلا حضرتك الاوردر جاي لك النهارده او بكره، المصداقيه دي برده من اهم عوامل النجاح في طبعاً. توصيل الاوردر لان في بتوع شحن للاسف مش ملتزمين في المواعيد. يعني بيبقى لحضرتك البيج بتاعها بيبقى كويس جدا لكن بتتعامل مع شركات أكيد. شحن مش كويسه. اهم حاجه المواعيد. بصي هي عامه في كذا يعني في كذا عامل يخلي الحاجه تنجح وفي كذا عامل يخلي الحاجه تقع او الصفحه تقع. طب احنا عايزين برضو حضرتك يعني تعرفينا على شغلك الجميل ده اللي موجود معانا. كلمينا عن شغلك اهم حاجه. بصي هي يعني مارسيل عاجبها جدا الكارديجان ده. تمام. عاجبني فكره فانا يعني هخليها. بصي عندنا ستات كتير، ستات بيوت كتير. افرضي زي ما هو كده حاجه والكاميرا تيجي عليه. عايزه الحاجه اللي ما بين الدريس وما بين العبايه مفتوح تلبسها على اي حاجه وتنزل وحاجه تبقى يعني ستايل. ستايل شيك ومش مبين دفوهات جسمه وتكون ينفع امشي بيه لوحدي. تمام. كلمه ينفع امشي بيه لوحدي. تمام. بالظبط. جميل جميل ممتاز. ممتاز طبعا. او يعني من الموديلات اللي ناجحه معايا جدا. وحضرتك اللي بتعمليهم يعني بتشتغلي انت بيهم مش مجرد بتشتروا بيهم؟ لا التطريز التطريز مش انا اللي بعمل. مش انت اللي بتعملي؟ لا لا لا. في برضو بلوزات هنا للبنات. عايزين يكلمونا على الشغل الجميل ده ما شاء الله، يعني شغل ممتاز. بالنسبه لحاجه زي دي ده الديزاين مش عارفه هو كده باين ولا باين. ده اسمه ديزاين نوبي او اسواني. تمام. انا نفسي عندي امنيه يعني نفسي البنات شويه والكل يعني كلهم يستعملوا الحاجات دي يفكوا شويه من خط البناطيل البنطلون. يعني عاملين مريحة. دي امنيتي انا يعني دي امنيتي انا الشخصيه لان الموضوع دوت جالنا كتير قوي
احنا نفسنا في دريسنج ونفسنا نغير ستايل لبسنا ومش عارف تمام. ايه فالحاجات دي بقى يعني جميله، هي حلوه الحاجات دي، حلوه جدا للصيف ومريحه كمان في اللبس، مريحه وفضفاض يعني بتحسي وانت انت مش لابسه حاجه. في ناس بتخاف كمان، ما شاء الله شغلهم كله ممتاز يا استاذه هند، حاجه في منتهى الجمال. دي انا لابسه منها قبل شغل الموضوع. لا ما شاء الله، لا جميله جميله جميله. الناس اللي بتحب التطريز، بتحب البايت، في برضو في ازواق ابيض دي استاذنك اهي لايت، حاجه لايت كده يعني للبنات بقى اللي هم يعني مش حابين الطويل. تمام. في كذا موديل يعني، في طويل وفي قصير، في نص كم، وفي ارفعيه برضو فوق شويه كده. لا ما شاء الله عليك شغل ممتاز. الشغل غير الشغل كمان التقفيل والخامات ممتازه، يعني حاجه زي ما بقول كده حلوه وفضفاضه، الواحد يلبسها بيبقى مستريح. سمعنا كتير معنا اتصال مداخله. الو الو، اهلا وسهلا بيكي يا فندم. اهلا بحضرتك، عاوزين نعرف راي حضرتك في شغل استاذه مرسيل واستاذه باري. بجد الشغل جميل جدا وفعلا الخامه بتاعتهم كويسه. ايه رايك في الجوده اهم حاجه؟ ايه الجوده الشغل، ايه رايك فيها؟ بجد الشغل بيرفكت بجد في كل حاجه، يعني حتى الخامه نظيفه جدا. انا يعني كلبس مريحه جدا، يعني انا حتى لما شفت الحاجه فعلا حسيت ان الصور ظلمها. انت اصلا لما شفت الحاجه غيرت الستايل بتاعك، بس احنا عايزين نعرف اسم حضرتك. طيب رؤيه. اهلا استاذه رؤية. هم غيروا لك ستايلك بقى صح؟ فاكره الاسم يا استاذه يعني رؤية؟ انا كنت اصلا الستايل ده اصلا انا اول مره البسه، فعلا انا عجبني جدا. وفعلا حاجتهم فعلا حلوه جدا. والاوردر وصل في ميعاده؟ يعني على طول، ده هو ما بيكملش 3 ايام على طول. طيب تمام تمام، نشكر حضرتك يا فندم. ميرسي يا استاذه رؤية، ميرسي لحضرتك قوي. كنا بنتكلم عن الخامات. الخامه دي ضد الانكماش، قطن ضد الانكماش، اسمها بيور، اسمها قطن ايه يعني. برضو انا لو غسلتها مثلا ما تدخلش الالوان في بعضها؟ لا في الوان طبعا بتدخل في بعضها، تدخل خصوصا الغامق مع الفاتح. يعني كان نفسي ان انا النهارده اجيب الابيض، وان هي زي دي بالظبط بس لونها ابيض. احنا اول ما ابتدينا نلبس لبسنا الديزاين ده دي كده، بس جميله هي لونها ابيض، والتطريز كله الوان. لا اللون حلو، واتغسلت وما كشتش، والالوان ما غيرتش ولا بهتت على الابيض. بتتلبس للعلم التطريز دوت مع اللون الرئيسي اللي هي اللي على الشاشه دي بالظبط يعني. احنا الاثنين كنا بس برده اللون جميل، برده البتنجاني لونه برده حلو وشيك جدا. هي كل الالوان متاحه والمقاسات، اللون الرئيسي ما بيبهتش خالص على التطريز. وبرده شغل حضرتكم على الشاشه موجود ما شاء الله، يعني شغل ممتاز جدا. على فكره الصور انا حاساها صور طبيعي يعني، مصورينها بايديهم كده، مصورينها في يعني على الطبيعه. جبنا الشغل واتصور، ده كان عندنا في البيت يعني. طب حضرتك من وجهه نظرك ايه اساسها يعني عوامل النجاح الاونلاين، او اساس النجاح؟ اساس النجاح مصداقيه، اهم حاجه زي ما اتكلمنا في الاول، دي اهم حاجه. علشان انا ممكن يعني انا لو ما فيش مصداقيه شهر اسبوع شهرين خلاص اكيد، وعميل بيجيب عميل يعني، ده بيجيب ده. هيبقى في ريفيوهات مش حلوه، هيبقى في اكيد خلاص كده انا شغلي بيقع. فانا مش من مصلحتي خالص ان انا اشوف الحاجه مش حلوه واشتريها اتعامل فيها. اكيد اكيد. شفتها كويسه بشتريها، مش كويسه ما بشتريش حتى لو مطلوبه مني. طيب بمناسبه ان احنا داخلين بقى على سيزون العيد، واعيادكم كل سنه طبعا وانتم طيبين ودايما يا رب من نجاح لنجاح. ايه بقى الالوان والستايل اللي نازل الجديد السنه دي؟ بصي، هو بالنسبه للالوان الصيف معروف ان هو بيحب الوان زي ما بيسموها البهجه والفرحه، والوان شم النسيم، وخصوصا ان احنا داخلين على كذا عيد وكذا موسم. تمام. بالنسبه يعني للالوان، هي معروفه الوان الصيف بتبقى عامه فواتح. في بقى قسم تاني ان شاء الله عايزين ممكن نبدا نشتغل فيه. دي الشغل ده تاني ممتاز. دي يا هند برضه الاحمر برضه، دي قصير عشان هو شغل في منتهى الجمال بالظبط. بقى ده بقى اللي انا كنت عايزه اكلم حضرتك فيه. في ناس عندها مشكله في الصيف ان هي بتنزل كل يوم نوادي، بتنزل كل يوم
لا وغير كده بيعملوا شغلات يعني ممتازه جدا ما شاء الله عليهم. ده بقى الشغل الجديد. هنزله ان شاء الله قريب يعني باذن الله. دي المفاجاه الجديده بقى ان شاء الله. فعلا في ناس بتحب تنزل النوادي وبتحب تنزل هنا زي دي. بتبقى مستعجله وعايزه تلبس وتجري. انا بصي دلوقتي شغالين ان شاء الله الفتره اللي جايه دي على فئتين. الناس اللي بتنزل في الصيف يوميا عندها شغل. والناس اللي بتنزل بقى يعني اللي عندها طفلين او اكتر فتلاقي نوادي اكتر من 4-5 ايام في الاسبوع. تمام. فدوت ان شاء الله الشغل الجديد اللي احنا يعني باذن الله ان كان بقى يكون قصير او طويل. دي جديده يعني اول مره اشتغل فيها. اول مره تعمليها بس يعني ما شاء الله عليها منتهى الجمال يعني لايقه قوي على الدريسات جدا وعمليه وكبيره وفي منها مقاسات وفي منها ويست وفي منها باك وفي منها كروس. حضراتكم عايزين حلقات مش حلقه واحده. بجد والله الوقت بيجري سبحان الله يا استاذه ايه الوقت بيجري بسرعه جدا. عايزين بقى التواصل في السريع كده الساده المشاهدين. ايه التواصل؟ للتواصل مع حضراتكم ازاي؟ في بيدج على الفيسبوك وفي على الانستغرام. هو البيدج موجود على رقم تليفون على كل حاجه مكتوب على كل حاجه موجود. تمام. نشكر حضراتكم وشرفتونا. ميرسي. اتمنى لكم مزيد من النجاح يا رب. ان شاء الله يا رب. طبعا انا اتشرفت بيكم وان شاء الله في قنوات ثانيه اكتر واكتر. ميرسي لحضراتكم. وبجد الفقره جريت بسرعه لان صراحه احنا مش حاسين ان احنا قاعدين في برنامج كده مبيضين. لا يا قلبي. على القناه وميرسي على الفرصه. تشرفنا بحضراتكم. ميرسي. ألف شكر. طبعا في آخر فقرتنا عن أحدث صيحات الدريسات النوبي نتمنى نكون السادة المشاهدين استفادوا منها. تابعونا مع فقرة تانية مع ملوك القهوات.